أتذكر دائما وأنا في حالة أزمة مثلا صحية أو ضائقة مالية أو مشاكل أسرية أو مهنية، أتذكر دائما قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الإمام المعروف في الفقه وهو كذلك حجة في اللغة، وأحفظ له بعض الأبيات من الشعر في ديوانه المعروف. فأتذكر دائما قوله: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تأسى لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. وأتذكر أيضا قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أبشروا أحبابي فلن يغلب عسر يسرين، عسر يسرين. وأتذكر كذلك قول الشاعر: دع الأمور تمشي في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. يقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. محبكم سعيد بن عليا.